ناقش مؤتمر قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن في أحد محاوره الرئيسية، ناقش العلاقة بين قطر وإيران كمهدد للاستقرار الإقليمي. وفيه تم بحث العلاقة الشائكة بين الدوحة وطهران وتأثيراتها السلبية على دول الجوار الخليجية. وأشار المشاركون إلى أن السياسة الخارجية لكلتا الدولتين تتبنى مبادئ متماثلة في دعم النزاع الطائفي وتمويل الجماعات الإرهابية. وناقشت قضية التعاون الاقتصادي والوجود العسكري الإيراني على الأراضي القطرية وما أدى إليه من نفوذ طاغ للأجندة الإيرانية على السياسة الخارجية القطرية بما يخالف المصلحة الوطنية القطرية وتوجهات أهلها التي تحبذ التعاون مع الجيران الخليجيين والأشقاء العرب. الأزمة القطرية واحدة من الشدائد التي مرت بها منطقة الخليج العربي، وجزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي، إذ كشفت فصول الأزمة ما كان يخفيه نظام الدوحة لسنوات طويلة. علاقة مع إيران مشبوهة ولدت على التآمر وترعرعت في كنف التطرف وشبت على يد الإرهاب. هاجس لم يغب عن مباحثات مؤتمر قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن. عندما تكون إيران في جانب واحد مع قطر في دعم جماعات إرهابية كالنصرة أو حماس أو الإخوان المسلمين فهي قصة مختلفة، لأن هذه الجماعات تحاول أن تقوض استقرار العالم الإسلامي وهو ما يريده النظام الإيراني. سؤال واحد يحيرنا جميعا، وهو لماذا تعمل قطر لخدمة ذلك المشروع؟ هذا التحالف الفوضوي المشوه بين قادة دعم الإرهاب في العالم كان محل استنكار الشعب القطري الشقيق قبل أن يكون شاغلا مثيرا للقلق بالنسبة للمجتمع الدولي. إيران لن تثق في قطر مهما عملت، مهما صنعت، مهما قدمت لإيران. إيران لن تثق في هذا النظام، لأن هذا النظام أثبت في خلال 20 سنة ليس هو جدير بالثقة، خصوصا في مجال السياسة والأمن. وكما يرى العالم فإن الدوحة لا ترى أنها مجرد أداة لتنفيذ مشروع التوسع الإيراني في المنطقة. هناك اختلافات كبيرة بين إيران وقطر، وتم التغاضي عنها لخدمة أجندتها المشتركة، خصوصا في ظل الأزمة الراهنة. من الواضح أن هذه الأزمة شكلت فرصة كبيرة لإيران لاستغلال النظام القطري بما يخدم المصلحة الإيرانية. الدول الأربع فهمت خيوط اللعبة واتخذت الإجراءات السيادية لحماية أمنها وأمن المنطقة، فانكشف ما كان مستورا في دهاليز النظام القطري من تكامل مع نظام الولي الفقيه في طهران لتفتيت المنطقة العربية. منذ أن بدأت الأزمة القطرية أماطت الدوحة اللثام عن تحالف قديم جديد جمعها بأكبر داعمي الإرهاب على مستوى العالم، أو كما يسميه نظام الدوحة الدولة الشريفة، تحالف يسلط الضوء على تاريخ طويل من التآمر لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وهو ما أكد عليه المجتمعون في مؤتمر قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي. عبد الرحمن المرفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين من مقر المؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن.